لطالما كان التعليم العالي في الأردن من أكبر منجزات الأردن، حيث توجد في المملكة 11 جامعة رسمية. لكن كيف هو واقع التعليم العالي في الأردن؟ وهل هو في تقدم أم في تراجع؟ فيما يلي نستعرض تصنيف أبرز 5 جامعات أردنية رسمية محليا وعربيا وبصورة عالمية. الجامعات الأردنية وتصنف محليا بالمركز الأول، وتصنف عربيا بالمركز العاشر، وبالتصنيف العالمي والذي وصل إلى أو من 601 إلى 650، وعدد الطلاب الدوليين في الجامعة الأردنية يصل إلى 4851 طالبا وطالبة. من الجامعة الأردنية مشاهدين إلى الجامعة الألمانية الأردنية، وتصنيفها المحلي في المركز الثاني، والتصنيف العربي في المركز 48. وبالنسبة للتصنيف العالمي فهو من 801 إلى 1000، وعدد الطلاب الدوليين يصل إلى 537 طالبا وطالبة. جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية أيضا التصنيف المحلي في المركز الثالث، والتصنيف العربي في المركز 13، والتصنيف العالمي من 801 إلى 1000. أما عن عدد الطلبة الدوليين فيصل إلى 2903 طلاب. جامعة مؤتة التصنيف المحلي يصل إلى المركز 5. أما بالنسبة للتصنيف العربي فكما ترون أمامكم على الشاشة من 91 إلى 1000. وإذا ما رأينا أو إذا ما ذهبنا إلى التصنيف العالمي فهو من 1001 إلى 1200. وعن عدد الطلبة الدوليين في جامعة مؤتة فيصل عددهم إلى 1807 طلاب. تشاهدون أمامكم مشاهدين الكرام جامعة البلقاء التطبيقية، وبتصنيفها المحلي الذي احتلت المركز 6 في التصنيف المحلي. بالنسبة للتصنيف العربي فهو من 71 إلى 80، أما بالنسبة للتصنيف العالمي فهو 1200 وأكثر. بالنسبة لعدد الطلبة الدوليين الذين يدرسون في جامعة البلقاء التطبيقية فقد وصل عددهم إلى 1674 طالبا وطالبة. وطبعا حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور تركي عبيدات، أمين عام وزارة التعليم العالي سابقا. أهلا بك دكتور تركي، يعني وبصفتك خبيرا وأمينا سابقا في وزارة التعليم العالي، وأيضا من قراءتك لهذه الأرقام، هل تراجعت الأردن في التصنيف العربي والعالمي في التعليم الجامعي أم تقدمت؟ بداية صباح الخير لجميع المشاهدين. يعني هذا الموضوع، موضوع التصنيف العالمي للجامعات من قبل أكثر من جهة في العالم، يتفاوت من سنة إلى أخرى. دعني بداية لماذا هذا التصنيف؟ هذا التصنيف أهدافه الأساسية توحيد المواصفات العالمية للجامعات وزيادة التنافسية في الوسط الأكاديمي وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية التعلمية والتحسين المستمر للخطط والمناهج الدراسية وتشجيع الإبداع والابتكار. نعم. جميع التصنيفات في العالم بدأت عام 2003 عام 2004، وهي تختلف من تصنيف إلى آخر. على سبيل المثال، أكثر التصنيفات صرامة تصنيف شنغهاي الذي يصدر عن جامعة شنغهاي والذي بدأ تقريبا عام 2003. طيب دكتور، هذه التصنيفات تصنيفات معتمدة صحيح؟ هي تصنيفات معتمدة دوليا. نعم نعم. إذن سؤالي في يعني ظل وجودك أمينا عاما في فترة من الفترات في وزارة التعليم العالي، هل تراجعت الأردن في مقياس التصنيف فيما يتعلق بالجامعات الحكومية أو بالجامعات الرسمية أم تقدمت من واقع اطلاعك ومن واقع وجودك في منصب أو منصبك كأمين؟ أنا أعتقد أن الجامعات الأردنية رغم التنافسية الموجودة ورغم دخولها في معظم التصنيفات العالمية ما عدا تصنيف شنغهاي الذي دخلته الجامعة الأردنية من بين 1000 جامعة لأول مرة هذا العام، أنا أعتقد أنها ليس كما كانت سابقا. في بعض الجامعات تتقدم وفي بعض الجامعات تتراجع. يعني لو أخذنا مثال على الجامعة الأردنية، هل تقدمت أم تراجعت؟
تقدمت، ولكن في قضية مهمة جدا أن هذه التصنيفات متأرجحة، هذه التصنيفات ليست ثابتة. تقدم الجامعات فيها ليس ثابتا، يختلف من سنة إلى أخرى ويختلف من معيار إلى آخر. طب ما هي المعايير المستخدمة لتصنيف الجامعات؟ المعايير المستخدمة حسب التصنيفات، أكثر التصنيفات صرامة هو تصنيف شنغهاي، والذي يعتمد بنسبة 80% على البحث العلمي والإبداعي والابتكار والنشر في مجلات عالمية مصنفة. هذا التصنيف لم تدخله إلا الجامعة الأردنية هذا العام من بين 1000 جامعة في العالم، وكان هذا التصنيف يركز على الجامعات إذا كان فيها أساتذة خاصين على جوائز نوبل أو من خريج. دكتور تركي، هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال قد قطع مع الدكتور تركي عبادات، سنعاود الاتصال به ثانية. يعني هناك مجموعة من التصنيفات العالمية الدولية كما تفضل الدكتور فيما يتعلق بالجامعات الأردنية، وكما تحدث أن الجامعة الأردنية تحديدا قد تقدمت على هذا المقياس، على مقياس التصنيف المحلي. كنا نريد سؤال الدكتور أيضا عن الجامعات الأخرى كالجامعة الألمانية الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة مؤتة وجامعة البلقاء التطبيقية. وبالعودة مرة أخرى إلى الدكتور تركي، أهلا بك دكتور مرة أخرى. إذا سمحت تابع ما كنت تتكلم عنه. أنا أتحدث عن تفاوت المعايير بين تصنيف وآخر، وكما أسلفت سابقا أن أفضل أو أكثر التصنيفات صرامة تصنيف جامعة شنغهاي الذي يصدر عن جامعة شنغهاي عام 2003 بدأ هذا التصنيف، وهذا يركز على البحث العلمي وعلى الجامعات الذي حصل فيها أساتذة أو من خريجيها على جوائز نوبل، يركز على البحث والاقتباسات العلمية جيد في مجلات من طبعا ذات سمعة مربوقة عالميا. جيد. طيب دكتور تركي، أنت تحدثت وقلت الجامعة الأردنية تقدمت في هذا المعيار، صحيح؟ تقدمت في هذا التصنيف، في هذا التصنيف جيد، لأول مرة تظهر جامعة أردنية في تصنيف شنغهاي. جيد. إذا أريد أن أتحدث عن باقي الجامعات التي قمنا باستعراضها قبل قليل، الجامعة الألمانية الأردنية تقدمت أم تراجعت؟ الجامعة الألمانية الأردنية تتقدم. جامعة العلوم والتكنولوجيا؟ جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمناسبة من أول الجامعات الأردنية التي دخلت التصنيفات العالمية، وما تزال تحافظ على موقعها، تتقدم وتتأخر، ولكن بشكل عام في معظم التصنيفات تحافظ على موقعها. جامعة مؤتة؟ جامعة مؤتة تتقدم. تتقدم. جامعة البلقاء التطبيقية؟ تتقدم، نعم. إذن بصورة عامة هناك تقدم ملحوظ في الجامعات الأردنية فيما يتعلق بالتعليم. هناك تقدم ملحوظ، ويوجد منافسة بين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، ولكن هناك قضية مهمة جدا. نعم. أن هذا التصنيف نسبة عالية له، خاصة تصنيف كيو اس اللي هو كوكرلي سيمونت الذي يصدر عن شركة بريطانية. هذا التصنيف يعتمد على السمعة الأكاديمية وبنسبة 40%، ويتم بناء على توزيع استبيانات للأساتذة الأكاديميين في الجامعات ورأيهم في جامعات معينة، وقد تظلم جامعات نتيجة لذلك حسب العين المأخوذة. بالإضافة إلى ذلك أن بعض التصنيفات تلجأ إلى المعلومات المتوفرة في قواعد البيانات عن الجامعات. طيب دكتور تركي، حتى يعني نستغل الوقت قدر المستطاع، وكما تكلمت سابقا أنت كنت أمينا يعني عاما في التعليم العالي، نحن نتحدث هنا في أخبار السابعة دائما بشفافية مطلقة، أخبرنا عن ما يدور في الكواليس من مشاكل أثناء تواجدك في ذلك المنصب. أنا حسب رأيي الشخصي أنه مع مرور الزمن، نعم، ورغم تقدم الجامعات في التصنيفات العالمية للجامعات ودخولها من بين أول 500 جامعة أو 100 جامعة، وهناك تصنيف الآن على سبيل المثال على ما هو ترتيب الجامعات الأردنية على مستوى الوطن العربي، نعم، بين الجامعات العربية، فنلاحظ أن معظم الجامعات الأردنية من بين تقريبا أول 100 جامعة في الوطن العربي. هذا الموضوع ليس مهما كثيرا، الأكثر أهمية ما هي جودة المخرجات التعليمية،
وما هي نسبة تشغيل الخريجين في سوق العمل. كيف تصنف كيف تصنف عفوا جودة المخرجات التعليمية بعجالة دكتور؟ أصنف جودة المخرجات التعليمية بالفجوة بين هذه المخرجات ومتطلبات ومعايير سوق العمل، وكلما كانت نسبة تشغيل الخريجين في سوق العمل أعلى هذا يدل على أن جودة المخرجات بتكون أفضل. أشكرك الأستاذ الدكتور تركي عبادات أمين عام وزارة التعليم العالي سابقا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.